من شهر كده قريت على الفيس بوست، تمام، كانوا حاطين المنظمات دي، منظمات بقى كتير، وكاتبين عليها لو انت عندك المنظمات دي يبقى انت انسانة منظمة. فانا جه في دماغي ايه بقى، جه في دماغي ان انا العب مع كل لعبة دي وشوف انا عندي كام حاجة من المنظمات اللي هم عارضينها دي انا وانتو. يعني انت هتقومي دلوقتي معايا كده وتخش المطبخ تشوف انت عندك ايه وانا عندي ايه، هم 20 حاجة، كل ما يبقى عندك حاجة هتقولي مثلا 1 من 20، 2 من 20، وفي الاخر خلاص هتعرفي انت عندك كام من 20، وهتكتبي لي في التعليق انت عندك قد ايه، تمام؟ نشوف بقى انا ولا انت اللي منظمين. يلا بينا. تمام، هبدأ اول حاجة ده اهو، عندي اهو شايفينه بس لونه ابيض، يبقى انا كده هاخد كام؟ 1 من 20، حاطه فيه اليانسون والسكر وزرعة دي، ماشي. هو طلع اصلا يقل على بعض كده بالصدفة، يعني مكنتش مطقمهم اكيد عشان البرطمانات اللي جوه دي اصلا برطمانات نوتيلا، ماشي. يبقى انا كده خدت كام؟ 1 من 20. هنيجي على المنظم بتاع الميكرويف ده، اهو عندي بس لسه مركبتهوش، بس عندي، يبقى هاخد الدرجة، يبقى كده كام؟ 2 من 20. عندكم المنظم ده، عندكم المنظم ده بيتحط فيه حاجات كيكة وبسكوت وكده، ترى بقى عندي ولا مش عندي؟ هو عندي، تعالى بقى نشوف هو فين، عندي ولا مش عندي؟ يبقى كده 3 من 20. شوفي بقى هو عندك ولا لأ. هتيجي ده، هي الحاجات بتروح مني كده ليه؟ ده مش عندي، يبقى انا ايه، هنقص واحد، ماشي، يبقى 3 من 20 لسه. عندي بصوا نفس الفكرة بتاعته اهي، اهو يبقى عندي، يبقى انا كده 4 من 20. هنيجي بقى على منظمات البلاستيك دي، ماشي، عندي اهي حاطه فيها الحاجات البلاستيك، يبقى عندي، يبقى كده 5 من 20، صح. طيب هنيجي بقى على منظمات التلاجة دي، اهي عندي ولا مش عندي؟ مجرد بالحاجات اللي فوقها عشان لسه دي حاجات هحطها، يبقى عندي اهي، عندي فوق كمان، حطها في الدرفة بس مش حطها في التلاجة، يبقى انا كده 6 من 20. هما حاطين ده بس ده مش عندي، بس عندي اللي هو نفس الفكرة بتاعته اللي هو برضو بتاع التوابل، فانا هحسب الدرجة، ماشي، محدش يقول لي ايه مش محسوبة عشان هو نفس النظام، فكده هو 7 من 20. نيجي بقى على المنظمين دول، دول منظمين، المنظم اللي تحت اهو والمنظم اللي فوق. عندي بقى انهي؟ بص، المنظم اللي فوق، المنظم اللي تحت او اللي فوق خالص هو ده اهو الاسود، بس انا لسه محطتهوش، هحطه في اما اجي اظبط المطبخ، يبقى عندي، صح ولا لا؟ فهتتحسب لي الدرجه. هتيجي تقولي لي طب بقى اللي في النص فين؟ ما هو الصوره كامله اهي، اللي في النص اهو شايفينه اهو، يبقى انا كده ايه، خدت الدرجة دي كمان. هما حاطين اللي هي علب ايكيا دي اللي هي بتاعت تخزين الطعام، بس هي مش عندي، بس عندي البديل بتاعها اهو، فهتتحسب لي درجة اهو، عندي البديل بتاعها، وكمان عندي المنظمات اللي انا خدت عليها الدرجة الاولانية، تمام، يبقى انا كده ايه، الدرجات دي كلها تتحسب لي. شوفي بقى، احسبي لنفسك متنسيش عشان احنا هنعمل التحدي ده. هنيجي بقى على المنظم ده، هنيجي بقى على المنظم ده اهو، يبقى انا كده ايه، هاخد الدرجة، بس انا حاطة عليه كمان منظمات، يعني انا منظمة ومنظمة، ماشي، اتفق، يبقى انا هاخد الدرجة كده. تمام، هيجي على المنظم بتاع المكياج اهو، عندي اهو، وكمان عاملة المنظمات دي معاهم، اذا النقطة هتتحسب لي. قوم انت قعدت ولا ايه؟ لسه اللعبه ما خلصتش. بص، ده المنظم اهو عندي، يبقى النقطه تتحسب لي، تمام، عندي 2 كمان، والمنظم اللي هو فيه من الجوانب ده، ده نفس الفكره بس ما فيهوش في الجوانب، فالفكره كمان دي بحط عليها بناطيل، وبكده هل ايه، النقطه هتتحسب لي، لونه بينك، بصوا النقطه تتحسب لي، ماشي. وعندي كمان المنظم ده بتاع الطرح، عملت لكم ريفيو قبل كده عنه، حلو قوي، بصوا شايل طرح، بصوا حلو بجد، لو لقيتيه اشتريه.
والباسكت كمان اهو، حاطه فيه هدومي في الدولاب، مساعدني جامد عشان الهدوم كانت بتقع وبتقع هنا والباب بيقفل عليها، كانت مهزله، فده بيساعدني ان الحاجات ما تقعش. تمام كده كده النقطه هتتحسب لي بقى. ماشي، طلع المنظم ده كمان في الصور ما خدتش بالي وهو عندي، فالنقطه هتتحسب لي. خلاص تمام، وكده يكون الفيديو بتاعي خلص ودرجاتي كانت 18 من 20. قولي انت درجاتك كام في التعليقات، ويارب يكون عجبكم فكرة الفيديو. وطلعنا منظمين يعني، كده كده لازم بنطور من نفسنا كل شوية، وكل شوية بشوف حاجات جديدة وبشتريها لو انا محتاجاها. وتابعوني الفيديو الجاي، يلا باي باي.